مرحبا اصدقائي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. اليوم الحلقة مالتنا شوية نارية، حلقة قوية. راح نحكي بها على هرمون كلش كلش قوي. هرمون من يذكر اسمه يعني قوة، يعني عضلات، يعني رفع اوزان، يعني ضخامة. تابعوني. اليوم موضوعنا على هرمون كلش قوي، هرمون الناس تحبه فترات الضخامة، هرمون يعطيك قوة بدنية، هرمون يعطيك بناء عضل، لاعبين قوة بدنية يستخدموه ولاعبين كمال الأجسام هم يستخدموه. اليوم موضوعنا على الأندرول أو الأنابولون أو الأندرول 50، سمي اللي تسميه. هاي كلها أسماء تجارية تجي مكتوبة على اسم العلاج من برا، بس المادة الفعالة داخل هذا العلاج اسمها أوكسيميثالون، تجي على شكل حبوب مالها أوبر. علاج تم تصنيع سنة 1959 حسب ما أذكر. الهدف منه كان طبي، ينطل الناس اللي تعاني من فقر الدم، ينطل الناس اللي عندها نقص سكريات الدم الحمراء، ينطل الناس اللي عندها هشاشة العظام، ينطل الناس اللي عندها ضمور بالعضلات وعندها مشاكل بالعضلات. هذا استخدامه الطبي. احنا نعوف الاستخدام الطبي ونركز على كمال الأجسام. يستخدموا لاعبين كمال الأجسام في سبيل انه يحصلون على ضخامة، يحصلون على بناء كتلة عضلية اكبر. وايضا يستخدموا لاعبين القوة البدنية، لان مثل ما قلنا هرمون كلش قوي، هرمون ينطي قوة. هرمون يفضل استخدام فترة الضخامة. ليش؟ لان باحتباس السوائل كلش كبير. طبعا وقسم من هاي السوائل اذا المدرب ماتك مو فاهم شلون يتحكم بهاي السوائل، فمن تخلص الدوره ما تشوف نزول بالوزن بشكل كلش كبير. يستخدم فتره الضخامه قلنا بدايه اي سايكل يكون الاستر مالته، او سايكل اللي حتستخدمه يكون الاستر مالته من 4 الى 6 7 يلا بين، مثل الدكه او البولدون. يستخدمون بدايه هاي السايكلات على مود ينطيك نتيجه لحد ما يشتغل الهرمون الثاني. وهاي الحاله 4 الى 6 اسابيع لحد ما يشتغل الهرمون الثاني قلنا، هو راح ينطيك نتيجه كلش قوي، راح ينطيك تقريبا 8 الى 10 كيلو. طبعا مو كل عضل قسم منه يكون مي، فراح يعطيك نتيجه كلش حلوه بدايه السايكل لحد ما يشتغل السايكل. يستخدمه بالبدايه، الغرض منه انه يعطيك النتيجه بالبدايه لحد ما يشتغل الهرمون الثاني. مثل ما قلنا فوائد هذا الهرمون كلش هواي، بس خلينا نفهم شغله. كل هرمون بي انابوليك بي اندروجينيك. الانابوليك مالته قوه البناء، الاندروجينيك الذكوره. قوه البناء شنو؟ على سبيل المثال التستوستيرون 100 انابوليك 100 اندروجينيك، يعني 100 بناء 100 ذكوره. نيجي على أوكسيميثالون 320 أنابوليك 45 أندروجينيك، يعني أقوى من هرمون التستوستيرون بثلاث أضعاف. فوائد هذا الهرمون هو ينطيك كتلة عضلية خلال فترة قصيرة جدا. طبعا تبدي النتائج ما تبع أسبوع أو 10 أيام، فخلال 4 أسابيع 6 أسابيع من استخدامه راح ينطيك نتيجة كلش حلوة. بالإضافة راح ينطيك قوة رفع أوزان، حتعد جسمك التضخم، حتعد جسمك متروس. فهو حالة من حال أي هرمون يزيد من إنتاج النيتروجين داخل العضلة، بالعامية أنه يزيد من تكوين البروتين داخل العضلة، يعني عضلتك تقوم تسحب بروتين أكثر، فيصير بها بناء أسرع ويصير بها استشفاء عضلي أسرع. ما راح أحكي بطريقة الاستخدام، ليش؟ لأن هواي ناس تابعين، هواي ناس صغار تريد تستخدم، هو استخدامه سهل حباية. فالناس اللي بالهم أنه الهرمون ما بيه أضرار إذا كان على شكل حباية. هذا الهرمون اخطر من التستوستيرون نفسه حبايه والتستوستيرون اوبرا. ليش اخطر؟ هسه راح نجي نحكي. فانصحك اذا تريد تستخدم يكون اول شيء هدفك بطوله، اذا انت هدفك مو بطوله ما انصحك تستخدم. وثاني شيء يكون فوقك شخص فاهم، فلازم يكون فوقك شخص فاهم او مدرب محترف مثل ما نقول، او دكتور. بعد ما حكينا على الفوائد من هذا الهرمون خلينا نحكي على الاضرار. اول شيء حال اي هرمون يقمع انتاج او يسوي شده من هرمون التستوستيرون الطبيعي اللي بجسمك. أندرول بوحده ما يصير، دانابول بوحده ما يصير، دكة بوحده ما يصير، ترامبولون بوحده ما يصير، بولدرون بوحده ما يصير، لازم وياه تستوستيرون. اثنين، كلش ثقيل على الكبد، يمر على الكبد أكثر من مرة على مود الكبد يكسره ويدخله بمجرى الدم. هاي العملية راح تنتج عند ارتفاع بأنزيمات الكبد بالاستخدام الطويل وبالجرعة العالية يسوي تلف عندك بالكبد. شلون يسوي تلف بالكبد؟ اكو فصيل من الأدوية يسموها C17 الكريتيد. هذا الفصيل من الأدوية يكون كلش ثقيل على الكبد، اللي منها الأندرول، اللي منها الترامبولون، اللي منها الداينابول. هذا النوع الفصيل من الأدوية يمر على الكبد أكثر من مرة مثل ما قلت لمود الكبد يكسره ويدخله بمجرى الدم. فالأندرول ويا الداينابول اكس، يعني اكس اكس، يعني راح تدمر صحتك. دانابول ويا ترامبولون او اندرول ويا ترامبولون
اي خلي بالك اللي يسويها هاي المدرب اللي يسويها ما قارش على الهرمون، ما فاهم، ما فاتح كتاب، ما دارس. فهاي الشغلات كلش مهمه، خاصه انه الكبد هو اللي يكسر الهرمون، ان كان تستوستيرون ان كان الاوكسيميثرون او غيره. فانت داخل دوره بها طن مواد، وراح ادخل لك مادتين كلش ثقيله على الكبد، ترفع لك انزيم الكبد، فانا اكيد لك حيصير عندك تلف في الكبد. الشغله الثالثه الاوكسي مثلا يرفع ضغط الدم. اربعه مثل ما قلت ترفع ضغط الدم من سبب احتباس سوائل، يعني اربعه يصير عندك احتباس بالسوائل بشكل كل كبير، وبعد الدوره حتفقد من النتائج. وقلنا كل مدرب يقدر يتحكم بسالفه الاحتباس السوائل، فضغط الدم يجيك من احتباس السوائل اللي يصير بسبب هذا الهرمون. خمسه يرفع عندك الكوليسترول السيء ونزل عندك الكوليسترول الجيد. شنو يصير عندي؟ طبعا انا حكيت بها بحلقه قبلها يعتقد، شنو يصير عندي اذا ارتفع عندي الكوليسترول السيء، امراض الاوعيه الدمويه كلها. اذا تحبون روح شوف الحلقه اللي قبلها راح تفهمون اكثر. سته على ما اذكر انه حب الشباب وتساقط الشعر هم وارد باستخدام هذا الهرمون. طبعا هذه الاضرار كل اللي حكيت بها، احتمال شخص ياخذ الهرمون وياخذه بدوز عالي كل شيء ما يصير بيه، واحتمال شخص ياخذ شيء قليل دوز مالته كلش قليل باول اسبوع حيبين بيه الاعراض. فهاي سالفه الاعراض من شخص لشخص تختلف، كل شخص وجيناته وقدره جسمه على التحمل. وشغله اريد انوه عليها انه من نستخدم سايكل بمواد ثقيله على الكبد مثل الاوكس مثلا الاندرول، نستخدم وياه شيء اسمه ليف 52. هذا يحمي الكبد اعشاب طبعا مو علاج، او نستخدم وياه ليجالون او نستخدم وياه الميكثستر. فاكو حمايات واحد يقدر يحافظ بها على كليته على الكبد، يقدر يحافظ بها على الكوليسترول مالته. هاي كلها حمايات، هاي تجي ضمن خطه يكون المدرب مالتك يسوي لك اياها من ضمن الخطه تاخذها اثناء السايكل على مود تتجنب الاثار الجانبيه مالت الستيرويد. اتمنى اعجبكم الفيديو شباب، اذا اعجبكم الفيديو لا تنسون تشتركون بقناتي على مود اقدر استمر وياكم ونزل لكم فيديوهات. اكتبوا لي كومنت اذا عندكم اي موضوع تريدون احكي بيه، اكتبوا لي على مود اسوي لكم حلقه كامله بيه. تحياتي.